هذا وأكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا أهمية استخدام النطاق الإلكتروني لمحاربة كافة أشكال التعدي على قيم ومعتقدات الآخرين، مشيرا سعادته إلى أهمية هذه المبادرة البحرينية وخصوصا في الوقت الراهن لتعزيز طاقات الشباب في نطاق حرية الدين والمعتقد. تأتي زيارة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إلى بروكسل عاصمة بلجيكا في وقت مهم جدا، في العالم يمر في تحديات كثيرة تتعلق بالنزاعات الإنسانية والتطرف والغلو في الكثير من جوانب الاجتماعية، فيأتي مركز الملك حمد بكثير من الطاقات الشبابية وتعزيز الطاقات الشبابية البحرينية وغير البحرينية من أجل التدريب والتعلم مع أحد أرقى المدارس الفكرية والجامعات ومراكز الأبحاث والبحوث مراكز الدراسات والبحوث من أجل التعلم للطاقات الشبابية التي تحظ على التعاون والاندماج وأيضا الانسجام في الحياة الاجتماعية من أجل الازدهار والنجاح للجميع ومحاربة أي غلو أو تطرف أو عملية التعدي على الأديان والقيم والمعتقدات الأخرى التي هي قيم يعتز فيها كل فرد وكل ثقافة من ثقافات العالم.